الجيشي القادم وكفية الفلسطينية الذي لم يتخلى عنها في أي مكان من المحافل. ياسر عرفات الذي يصبح رئيسا منتخبا للسلطة الفلسطينية ورمز النظام الفلسطيني. ولد عام 1929 ميلادي وتوفي يوم 11/11/2004 ميلادي. من أقوال ليست النهاردة الشمس والهواء عني لم يتنازل. القدس مطلبي ورجعت الفتاة حفظة غايتي. الله على الرئيس الراحل ليس عارفة. أتت طلب أوصف الجرار. أتت طلب أوصف الجرار. إيهاب علاوي صف الخامس.